ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. جايب لحضراتكم النهاردة عربية شيفروليه موديل 1987، مرور برقاش، بنزين، 4 غيار. العربية فابريكا حوض وكابينة من الداخل بدون اي بوية. العربية كانت مرفوعة 15 سنة. العربية فيها رخصة 6 شهور. طقم كاوتش جديد. العربية بحالة ممتازة، عليها طقم عدة. صاحب العربية قال السعر هيكون من خلال الاتصال، وكمان لو حضرتك عايز تسأل عن بعض الامور الاخرى اللي تخص العربية. ولكن قبل ما اقول طرق التواصل مع صاحبها، الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ الاثنين الموافق 21/8/2023، يعني لو الفيديو مر عليه اكتر من اسبوع ياريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربية، لانه غالبا بيكون باع العربية. للتواصل مع صاحب شيفروليه موديل 1987 هيكون على رقم 010-271-28544. الرقم مرة تانية 010-271-28544. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.